السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الألمانية. هذا درس مهم ومفيد للغاية، فلنبدأ على بركة الله. Guten Tag. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Maro. Wie ist Ihr Name? Guten Tag. Guten Tag. نهارك سعيد. Guten Tag. نهارك سعيد. Darf ich mich vorstellen? Darf ich mich vorstellen? هل تسمح لي بأن أعرف بنفسي؟ هل تسمح لي بأن أعرف بنفسي؟ Darf ich mich vorstellen? Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Maro. Mein Name ist Maro. أنا اسمي Maro. Mein Name ist Maro. Wie ist Ihr Name? Wie ist Ihr Name? ما هو اسمك الكريم؟ ما هو اسمك الكريم؟ أو ما اسمك الكريم؟ Was ist Ihr Name? الجواب يكون Ich bin Maro. Ich bin Maro. Sehr angenehm. فرصة سعيدة. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Gleichfalls. 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 وأنا أسعد. Gleichfalls. Gleichfalls. إذا كنت تريد أن تعرف بنفسك فتقول، يعني اسمح لي بأن أقدم لك نفسي. Darf ich mich vorstellen? Darf ich mich vorstellen? Darf ich mich vorstellen? Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist. Mein Name ist. أنا اسمي. Mein Name ist. أو تقول Ich bin. Ich bin. Ich bin. أنا. Ich bin. إذا كنت تريد أن تسأل الشخص عن اسمه، وإذا كان الشخص يعني صديقك، شخص تعرفه مدة طويلة، تقول له Wie heißt du؟ Wie heißt du؟ Wie heißt du؟ أما إذا كان شخصا تحترمه، بينكما لغة الاحترام، فتقول له ما اسمك الكريم؟ أو ما اسم حضرتكم؟ Was ist Ihr Name؟ Was ist Ihr Name؟ أو إذا كنت تريد أن تسأل عن الاسم تقول Was ist Dein Name؟ Was ist Dein Name؟ Was ist Dein Name؟ أصدقائي أحبائي، درسنا لهذا اليوم انتهى. سأكون شاكرا وسعيدا إن أعطيتني لايك، وإن قمت بسبسكرايب سابوني أبونيغن لقناتي، قنواتي على يعني قناتي على اليوتيوب ماروفيلت شو، على الفيسبوك صفحتي على الفيسبوك ماروفيلت، وعلى تويتر ماروفيلت. سأكون سعيدا إن قمت بنشر هذا الفيديو كي تعم الفائدة ويعم العلم والاستفادة على الجميع، على الجميع، وتأخذ عليها إن شاء الله أجر من عند الله. السلام عليكم أصدقائي، وإلى اللقاء في درس جديد وحلقة جديدة من دروس تعلم اللغة الألمانية. أخوكم مارو يقول لكم أوف فيدازين. أوف فيدازين. إلى اللقاء، مع السلامة.